شهيدان للجيش اللبناني في اعتداء في بقعة صفرين. جعجع يزور بيت الوسط ويلتقي الحريري على مأدبة عشاء حكومية. ألا عون يسأل لماذا لا تبادر المردة؟ مش كان بيمنع أنه يحصل اتصال أيضاً للطرف الآخر. حلب نحو أشرس المعارك قبل الحسم، وحزب الله يستهدف النصرة في جرود عرسال. دفى تحت السماء الزرقاء تجمع المشردين. لأن في كتير خير، وهذا دليل إنه اليوم اللي عم تشوفوه هو الدليل. صباح الخير. استشهد جنديان في الجيش اللبناني جراء هجوم مسلح على مركز للجيش في بقعة صفرين الضنية. وفي تفاصيل الاعتداء أن الهجوم حصل إثر عملية دهم نفذها الجيش وتوقيف أحد الأشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي. وقد أدى الهجوم إلى استشهاد الجندي عامر المحمد، فيما أصيب الجندي عبد القادر النعمان الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وقد عززت وحدات الجيش إجراءاتها في بقعة صفرين، حيث تقوم بمداهمات في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم في إطلاق نار على مركزها. وزير المردة روني عريجي قال في اتصال مع الجديد ضمن برنامج الأسبوع في ساعة إن بيان بعبدة عمومي لا يعني المردة حصرا، وتحدث عن أطر تواصل أقل تعقيدا. من ناحية الشكل البيان اللي طالع للعموم، يعني مما كان في حس حاله معني فيه. ثاني شيء من ناحيه المضمون، حكي البيان توجه للناس اللي عند للاطراف اللي عندها هواجس، ونحن كتيار مردة ما عندنا هواجس. نحن عندنا مطالب محقه ومنا خايفين، يعني مرتاحين مع موقفنا السياسي. ثالث شيء ما بدها بيانات القصه، يعني في اطر تواصل أقل تعقيدا يعني، وتكون بطريقة شوي خاصة أكثر. يعني شو المطلوب؟ دعوة مباشرة؟ نحن ما بنطلب شيء. نحن ما لنا طالبين شيء، يعني طبعا وخاصة ما بنطلب شيء من فخامة الرئيس، هو فخامة الرئيس بشوف اللي مناسب بيعمل. بس الإطار المطلوب هو دعوة موجهة من القصر الجمهوري إلى النائب سليمان فرنجية رئيس تيار المردة لزيارة القصر أم ماذا؟ شوف، فخامة الرئيس هو بيقدر الأمور وبيشوف المناسب، والوزير فرنجية بيقدر الأمور وبياخذ الموقف كمان المناسب. مبادرة الرئيس عون مستمرة ولن ترتقي إلى دعوة خاصة للنائب سليمان فرنجية، أما الوضع الحكومي فإلى مزيد من التعقيد. أعاد الخلاف بين العماد ميشيل عون والنائب سليمان فرنجية عقارب الزمن إلى ما قبل عام 2005، وترك الاختلاف في كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي بعد المبادرة الحريرية ندوبا في جسم التحالف الثنائي، وأصابه بانتكاسة في الشكل والمضمون. فمن كان يعتبر نفسه أم الصبي في ترسيخ النهج الذي يقوده العماد عون وتحصينه لاستمراره، يرى حقه مغبونا من بي الكل، وينتظر اتصالا فيكون اللقاء. واضح أن المعركة الرئاسية هي اللي عملت هذا الشرخ، يعني أكيد في محطات صارت خلالها ما كتير ساعدت، مواقف كلام، مثل كل علاقة إذا صاب أي جرح أو صاب أي مشكلة أوقات بتحتاج لوقت حتى يلحم.
فتح الرئيس عون الباب أمام كل من يريد البحث في الهواجس والتساؤلات، إنما لن تتطور المبادرة إلى مستوى دعوة خاصة تجمعه بفرنجية، باعتبار أن الزيارة لن تكون ضامنة لحل عقدة تقف في وجه التأليف. ليش كان بيمنع أنه يحصل اتصال أيضا من الطرف الآخر؟ وصار في مناسبات يمكن مثل الاستشارات النيابية أو مثل التهين الاستقلال وغيره، يعني كان فيها تكون مناسبة للقاء. الرئيس عون عم بحاول اللي يسهل الأمور قدر الإمكان، واللي عمله يعني بيشكل مخرج للجميع إذا حدا عم بفتش على مخرج. أما إذا ما في تفتيش على المخرج فحكما بضل في أمور يعني مستعصية ساعتها للحل، ونروح ساعتها بمنطق آخر. مساعي حزب الله بدأت في تقريب المسافات بين حليفيه التيار والمردة، إلا أن هذه المساعي تعترضها الكثير من الصعوبات، وخصوصا أن الرئيس بري متمسك بوزارة الأشغال بالإضافة إلى حقيبة أساسية أخرى لحليفه فرنجية، مما يرجح أن تقتطع من حصة التيار الوطني الحر. أنا بعتبر أنه هذا عقدي الأبرز اليوم، لأنه عقدي بالتكافل والتضامن بين المردة والرئيس بري وحزب الله. يعني هذه مش عقدة بس فريق واحد، عقدة فريق أساسي لا يمكن أن تتشكل حكومة من دونه. المنطق إذا بديك مع الكتل الأخرى أنه اللي بده يتكرم يتكرم من حصته، ما يتكرم من حصتنا، هيك اللي خلي هذا الموضوع اللي بده معالجة. طرح الرئيس عون مبادرته وسيمضي في تفعيل مهماته الداخلية والخارجية بموازاة تأليف الحكومة، لتكون الزيارة الأولى إلى المملكة العربية السعودية محصنة بتفهم من حزب الله وفق المصادر. رواند أبو خزام، قناة الجديد. تناول رئيس حزب القوات سمير جعجع الوضع الحكومي على مأدبة عشاء في بيت الوسط جمعته والرئيس سعد الحريري بحضور كل من ملحم رياشي وغطاس خوري ونادر الحريري والنائب عقاب صقر. تظاهرة إنسانية شهدتها ساحة الشهداء مع حملة دفة بحضور شخصيات أبرزها الرئيس سعد الحريري ورافقه النائب عقاب صقر. كل شيء ما بيلزمك بيلزمنا شعار رافق حملة دفا. مئات اللبنانيين توافدوا لتقديم مساعدات تنوعت ما بين ملابس، بطانيات، مواد غذائية وألعاب، ومئات من المتطوعين من طلاب مدارس وجامعات فرزوا الهبات اللي وصلت استعداداً لإيصالها وتسليمها لمن هم بحاجة إليها. ولعل الحضور الأبرز كان للرئيس المكلف سعد الحريري والنائب عقاب صقر. لبنان بخير، بس لما يكون في هيك عمل خيري، لأنه لبنان فيه كتير خير، وهذا دليل إنه اليوم اللي عم تشوفوه هو الدليل. نشوف إنه ما شاء الله الشغل كتير كبير وفي كتير ناس وفي كتير متطوعين، وهذا شيء بدل على كل خير. حس حالي إنه نحن بحاجة لهيك أنواع من العمل الخيري وخاصة بهالأيام. هذه الحملة المفروض تكون بكل بيت لبناني. بدي أشكر الست بول على هذه الحملة، وبتصور أنه بهيك حملات ممكن ننطلق بلبنان على مرحلة جديدة إن شاء الله. حملة دفا أطلقتها السنة الماضية الإعلامية بولا يعقوبيان، وتقام بهالفترة استباءً لفصل الشتاء وأسوته على المحرومين. نحن عم نوزع حسب اللوائح اللي عنا إياها من وزارة الشؤون الاجتماعية المناطق الأكثر فقراً على كل الأراضي اللبنانية، مع تركيز على المناطق اللي فيها النزوح واللجوء، لأن هي مناطق كمان فقيرة جداً وبحاجة. خليني أقول لك شغلي، هؤلاء فتحوا بيوتهم قبل ما يجي مساعدات دولية، وقبل ما حدا يطلع باللاجئين هن استقبلون وحضنون تقسموا معهم اللقمة. هيدي المجتمعات اللي هن اللبنانيين وبأحاضنة لهؤلاء، أول شيء رح نساعدهم، وأكثر شيء رح نساعدهم رح نقول لهم أنتوا قدموا المساعدة لجيرانكم وللناس اللي قاعدين حواليكم. I would just like to say that I am just in awe of what the volunteers are doing here today. أود التعبير عن إعجابي بما يقوم به المتطوعون اليوم، فهو ينم عن كرم كبير، وهو يعكس مفهوم الوطنية الحقيقية. أنا مندهشة من وقوف كل هؤلاء لمساعدة من هم أقل امتيازاً. خلينا ننسى قصة الدولة، في دويلات، في زعامات، ما في زعيم. يعني هيدي فكرة إنه الدولة، مين الدولة؟ ما كل واحد أخذ جزء من الدولة لإله. اليوم الإنسان خليه يساعد الإنسان، وإذا بدنا نبني بلد
بدنا ننسى هيدا المفهوم انه والله الدولة حتساعدنا. الدولة شغلتها اليوم مجموعة الدويلات شغلتها شو فيها تاخذ من جيوبنا وتاخذهم لإلها ويقسموهم عليهم على المواكب على القصور على العزايم على السفرات، بينما المشهد الحقيقي هو اللي هون اللي عم بتشوفه، العالم اللي جاي تساعد فقط من أجل المساعدة، ما بينعرف مين عم بيساعد وما بيعرف ما بينعرف مين عم ياخذ من مين. العائلات الأكثر فقراً وعوزاً وفقاً للوائح من وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد يقارب 50,000 رح يستفيدوا، وهن من مختلف الجنسيات والطوائف والمذاهب. وزير العدل أشرف ريفي يطلق ثورة أسماها ثورة الكهرباء. أعلن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي إنشاء شركة كهرباء لإنارة طرابلس 24 ساعة على 24، كاشفاً أن التجربة الأولى ستجري في أحد أحياء طرابلس، وإذا نجحت سوف تطال كل أحياء المدينة ومن ثم كل المناطق مهما كلف الأمر. وإذ أطلق ريفي ما سماها ثورة الكهرباء بوجه المافيات التي تحرم المواطن من حقه، جدد ثورته على حزب الله والسلطة التي أعلن أنه لها بالمرصد. أي سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي، ما يلي مقاومة الحياة. اللي بيقتل أهلنا بسوريا هذا مش مقاومة، هذا قاتل. اللي بيقتل شهدائنا اللي قتل رفيق الحريري هذا مش مقاومة، هذا قاتل وسيدفع تم دماء الأبرياء. واعتبر ريفي أن سبب تأخير إعلان الحكومة يعود إلى ضغط حزب الله وشروطه وما أسماه الابتزاز. التأخير في إصدار الهويات يعيق رحلة الباسبور البيومتري. الباسبور البيومتري مشروع قديم جديد كان من المتوقع أن يبدأ الأمن العام إصداره مع بداية هذا الشهر، إلا أن المشروع اصطدم بجدار تأخر إصدار الهويات، وهي التي باتت اليوم أساساً لإصدار جواز السفر الجديد. يعني بس المواطن يجي يقدم عندي المعاملة بنقول له شهرين، هيدا كانت عادة نحن نستلم الهوية خلال شهرين. هذا في الحالات الطبيعية، أما اليوم فاستثناء يجاوز القاعدة فداحة. اليوم مثلا انا عندي من 15/9 تاريخ اللي انا قدمت اخر مره اول مره فيه لليوم بعد ما استلمنا هويات، هالهويات هيدي غيري يمكن عنده، انا عندي 150 هويه، غيري عنده 300، غيري عندي 400، انا حسب ما بعرف المخاطير الموجودين وهلا طلب الهويه مشان الباسبورات مأخرة كلياتها. لهذا كله اصدر الامن العام بيانا منذ ايام يعلن فيه تاجيل العمل بالنظام الجديد حتى 28 من شباط القادم. فهل بات يعلم اللبنانيون ما هي المستندات المطلوبه للحصول على جواز السفر؟ لا والله ما بعرف. لا والله بعد ماني عارفان. سجل عدلي، صورتين، اربع صور شخصيه، ورقة سكن. لا طلع باسبور جديد. لا ما بعرف. صورة لإلي وبروح على الأمن العام وبقدم مع إخراج إيد ومع سجل العدل لحكم عليها. لا جوازات سفر من دون هويات بدءا من شباط القادم، ولكن العقبات لا تقف عند طول مدة إصدار الهوية بل تتعداها إلى عدم معرفة اللبنانيين بالمستندات المطلوبة. فهل تعالج العقبات قبل الموعد المحدد؟ أم أن التأجيل سيكون مصير مشروع جوازات السفر؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. لبنان في مرتبة متدنية على صعيد التمثيل النسائي السياسي، فما الذي جرى اقتراحه في جوني؟ عاليا فوق خليج جوني حلقت لافتة 30% وزيرات، مطلقة حملة تحالف نساء في البرلمان بعنوان صوت نواصل على السماء و30% وزيرات. نحن هدفنا المشاركة بصنع القرار، وأكثر ما استفزنا هو شغلتين. أول شيء في استحقاقين كتير مهمين، أول استحقاق هو تشكيل الحكومة، نحن بدنا 30% بالحكومة اللي هلأ عم تتشكل. ثاني استحقاق هو إعداد قانون انتخابات، يدعون من يعدون القانون انه يعبر عن صحة التمثيل. صحة التمثيل شو بتعني؟ هل تعني فقط الطوائف او تعني كل شرائح المجتمع؟ ونحن عم نحكي عن شريحة عدديا هي اكثر من النص، فكيف معقول يكون قانون انتخاب عادل وهو يهمش نصف ابنائه؟
أما المحفز الأكبر فكان حلول لبنان في المرتبة 143 من أصل 144 على مستوى التمثيل السياسي للنساء بحسب التقرير العالمي لسد الثغرات الجندرية 2016. هيدا مؤشر يجب أن يستفز كل الحكومات وكل المعنيين وكل المجتمع. في حين طرح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ملف الكوتا النسائية، تبرز إلى الواجهة أزمة توزير نساء متحدرات من عائلات سياسية. طبعاً نحن منخاف أنه تعييناً نساء لا تمثلنا، لأنه بتعطي صورة أنه أنتم النساء ما بتخدموا قضيتكم. طبعاً هذا يعني هم عنا. الشيء الأمثل اللي عم طالب فيه أنه يكونوا نساء يطالبون يعملون من أجل حقوق النساء. سيء أفضل من الأسوأ. يفرجونا يعني يفرجوا حسن نية ويجيبوا 30% نساء لو نساء ما بتمثلنا. تتخطى نسبة تعليم النساء في لبنان 71%، فتصبح المعادلة على النحو التالي: الاستثمار لتعليم النساء والخسارة لعدم استثمار طاقاتها في مختلف القطاعات. ليال سعد، قناة الجديد. بعد الفاصل كرمال النسيان. أهلا بكم من جديد. لقاء الجمهورية يختتم بتوصيات أعلنها الرئيس السابق ميشيل سليمان. في اليوم الثاني على انعقاد مؤتمر تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية، أصدر المؤتمرون إعلان توصيات لقاء الجمهورية في كلمة ألقاها الرئيس السابق العماد ميشيل سليمان. حل مجلس النيابة إذا شغر نصف مقعده، اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الغالبية المطلقة، أو أعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذر توفر نصاب الثلثان. أعطى رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء. احتساب المدة المحددة للمعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيع القوانين المستعجلة. أعطى رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين. احتساب مهلة 40 يوم المعطاة لمجلس النواب لإقرار القانون الذي يحمل صفة الاستعجال اعتبارا من تاريخ أول جلسة عامة تعقد بعد وروده إلى المجلس. كما طالب سليمان بإيجاد صيغة تضمن حلا لعرقلة ملف التعيينات عبر اعتماد التصويت بمبدأ النصف زائدا واحدا. اعتماد مهل لتوقيع الوزراء ورئيس حكومة على مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس وزراء أسوة برئيس الجمهورية. إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري. حق إقالة الوزراء أو تبديل الحقائب بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة. أنه استمرار بتعيين نائب رئيس حكومة في مرسوم التشكيل على أن تحدد صلاحيته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء. عدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية. اعتكاف رئيس الحكومة إلى إضافة هذا السبب لأسباب اعتبار الحكومة مستقيلة. من المهم جداً تحديد مهلة لتشكيل الحكومة. اعتماد أكثرية الثلثين للإصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية نظر فيها. هذا وتطرقت لائحة المقررات إلى خفض سن الاقتراع والفصل بين النيابة والوزارة، التصويت على الموازنة فور ورودها، والتصويت الإلكتروني في المجلس النيابي. بعد سنتين من غياب الرعاية الرسمية عن الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس روني معوض بسبب الفراغ الرئاسي، الذكرى 27 أقيمت بحضور رسمي وشعبي. في الذكرى 27 لاستشهاد الرئيس روني معوض أقيم قداس لراحة نفسه برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلا بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب في كاتدرائية ماريوحنا المعمدان صغرتا، وبحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وأمنية واجتماعية. 27 سنة وبعدنا هون يا بي، تعذبنا وتحاربنا وتطوقنا بس ولا يوم ركعنا، ما ركعنا وضلوا راسنا مرفوع مثل ما انت ما ساومت فاختلوك. اختلوك لانك رئيس قوي باسلوبك الهادئ بدبلوماسيتك المعهوده، وانت يلي وصفوك بانك بتحفر الجبل بابره،
بس بنفس الوقت بصلابتك وعنفوانك ورفضك لأي مساومة على القضية اللبنانية. اغتالوك لأنهم خافوا من خطاب القسم وخطاب الاستقلال. اغتالوك تيغتالوا السيادة بالطائف لأنك رئيس سيادة بامتياز، رئيس قادر يصالح سيادة لبنان مع انتمائه العربي. سيادة بإصرارك على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية ومن دون أي شريك على مساحة 10452 كيلومتر مربع. سيادة لأنك رفضت شن هجوم عسكري سوري على قصر الرئاسة اللبنانية. وسيادة كمان لأنك رفضت تناقش تشكيل أول حكومة لبنانية بعد الطائف مع أي مسؤول غير لبناني. اغتالوك تيستبدلوا السيادة بالوصاية والشراكة بالهيمنة والمؤسسات بالمزارع والفساد. بدع الجميع للالتفاف حول العهد الجديد وحول فخامة رئيس الجمهورية لأنه ما حدا بيقدر يلغي حدا، والبلد بيساع الكل وما بيستثني حدا مثل ما قال الرئيس الشهيد غني معوض بخطاب القسم. ودعا معوض إلى طي صفحة الخلافات ووضع حد للصراعات ومنطق التعطيل، وخصوصا بعد انتخاب العماد عون رئيسا محصنا بمصالحات وتفاهمات وشرعية مسيحية ووطنية. أعلن الرئيس سليم الحص أن المطالبة بقانون جديد للانتخابات النيابية باتت ملحة أكثر من أي وقت بهدف إبقاء الوطن بعيدا عن زلازل تحيط به. وقال الحص في بيان إن اعتماد قانون الستين في ظل ظروف غير مؤاتية داخليا وإقليميا سيجعل ساحتنا عرضة للتفكك وانتقال اللهيب الإقليمي إلى الداخل اللبناني، وسيولد انفجارا يقضي على ما تبقى من حلم اسمه وطن. أضاف الحص إن أقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على مبدأ النسبية يجنب لبنان ويلات انفجار محتم، فالمسؤولون باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إجراء انتخابات على أساس قانون الستين بهدف الحفاظ على كتلهم النيابية، أو إجراء انتخابات على أساس النسبية من شأنها ضمان صحة التمثيل لجميع المكونات، وبذلك نكون قد حافظنا على لبنان وطنا لجميع أبنائه. وختم سائلا، هل من متعظ؟ معرض بيروت العربي الدولي للكتاب سياسيون يبتعدون عن السياسة ويلجؤون إلى الشعر. ككل عام يحفل معرض الكتاب بإصدارات جديدة. في دورته الستين شهد المعرض سلسلة من التواقيع التي أضافت نكهة خاصة لرواده وقاصديه. الصحفي راجح خوري اختار هذا العام الابتعاد عن السياسة وتوقيع ديوانه الشعري الجديد غصون الباكيات الصادر عن دار العربية للعلوم ناشرون. بعتقد يعني التعويض الحقيقي عند الإنسان اللي بيكتب إنه يروح للشعر، لأنه الشعر بيفتح أفاق، الشعر بياخدك لبعيد، الشعر بينقيك، الشعر بيطهرك، الشعر بيعطيك أجنحة. يعني نحن مش عم نشتغل سياسي بعالم سياسي فيه يعني هيك تدعو إلى الفرح، السياسي تدعو إلى المأساة خصوصا في هذه المنطقة. يعني نحن بنعرف شو عم بيصير بالمنطقة. في المعرض أيضا اختار أمين سر منبر الوحدة الوطنية الدكتور حيان حيدر إعادة إحياء ذكرى والده الوزير الراحل سليم حيدر عبر نشر مجموعته في ديوان شعري صادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. هني عشر دواوين شعر طبعا هني لوالدي سليم حيدر، وانكتبوا على مر الزمان يعني من الأربعينيات الخمسينيات الستينيات إلى وتوفى بسنة 80. سليم حيدر كان معروف بالسياسة كوزير ونائب وسفير. هلأ وضعنا هذا بتصرف الجمهور يلي بيحبه. أنا شخصياً يعني ارتحت لأنه كان هذه مسؤولية. بعيداً عن السياسة والشعر كان للأطفال حصتهم أيضاً، إذ وقع الرسام علي شمس الدين مجموعته القصصية الأولى من تأليفه، وهي سلسلة من أنا الصادرة عن دار أصالة للنشر والتوزيع. الهدف منها تعريف الطفل ببعض ما يحيط به من أساسيات في الطبيعة باعتبارها مكملة لوجوده وليست منفصلة عنه. اللغة المستخدمة هي لغة بسيطة ولكن ليست مباشرة، وهي تعتمد على مزيج من العبارة الأدبية والتعريف العلمي في شكله المبسط الأول. ينتهي كل جزء من الأجزاء الستة بقصيدة أو أنشودة
أيضا الهدف منها تعزيز لائقة الطفل بإيقاع الشعر وموسيقاه لعله يعود من منافيه في اللغة الأجنبية إلى حديقته في اللغة العربية وجمالياتها. كما سيشهد المعرض سلسلة من التواقيع لعدد من الكتاب والصحفيين والأدباء حتى إغلاق أبوابه في 14 من هذا الشهر. الشابة كارين صالح أصغر كاتبة في معرض الكتاب في دورته 60. كثرة زوار معرض الكتاب في دورته 60 لم تحل دون مشاهدة هذه الشابة وهي تقوم بتوقيع كتابها بدلا من الاكتفاء بشراء الكتب لقراءتها. كارين صالح التي لم تتجاوز 14 من عمرها اختارت أن تقصد المعرض هذا العام بصفة المؤلف. تقريبا بكتب من 3 سنين، بعدين كان في ناس يعني عم بتشجعني الحمد لله، وأهلي وبي يعني قدر يحقق لي حلمي أنه أعمل كتاب. بعد 3 سنوات من العمل على كتابها الشعري إلى مجهولة، وقعت صالح مؤلفها الأول في حضور أفراد أسرتها وأصدقائها. حطيت هدف حبيت أوصل له اللي هو أنه يصير عندي كتاب، وبعد 3 سنين يعني من الكتابات جمعت شو عندي أحلى شيء وحطيته بهالكتاب. هلأ الكتاب هو بالإجمال حب وغزل وموجه إلى مجهولة، وإذا حابين تعرفوا أكثر بتقروا الكتاب. شكل المعرض فرصة لصالح لتكون أصغر كاتبة ضمن عشرات الكتاب الذين اختاروا هذه المناسبة السنوية لنشر مؤلفاتهم. بعد 60 عاما على انطلاقته، لا يزال معرض الكتاب مقصدا لمحبي القراءة والكتب، ويثبت هذا العام أيضا أنه لا يزال قادرا على استقطاب شبان وشابات في مقتبل العمر وتشجيع المواهب اليافعة. رئيس الجمهورية ميشيل عون قلد الموسيقار الراحل ملحم بركات وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور، وذلك خلال جناز 40 الذي تضمن مفاجأة فنية. أقامت عائلة ملحم بركات قداس وجناز بمناسبة الذكرى 40 لرحيل الموسيقار بكنيسة مربطرس وبولس بكفرشيمة، وحضر الجنازة وزير الاقتصاد ألان حكيم ممثلا رئيس الجمهورية ميشيل عون اللي قلد الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور. كرر فخامة رئيس الجمهورية عماد الجمهورية وحامي استقلال لبنان العماد ميشيل عون. منح الموسيقار الكبير ملحم بركات وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور. كما ألقى عدد من الشعراء أصدقاء الموسيقار قصائد رثاء ووفاء. وفجأة بعد ما كنت متمني بنهار فوزه وتطلع تهني، بذات الوقت ع مفرق الدربي وقفته عوعد القصر والجنة، ولما دعاكم سيد الكونين تتلفزوا وانين من سني، الرئيس طلع ع مفرق بعبدة وانت طلعت ع مفرق الجنة. ردني الحزن في رحيلك طفلا، ردني الحزن في رحيلك طفلا، فقد الأهل فجأة والديار. وصديق الدرب الشاعر نزار فرانسيس أعلن عن إطلاق مفاجأة هي عبارة عن أغنية جديدة من إبداع ملحم بركات بعنوان كرمال النسيان. كان يضل ملحم يقول على أغنية على موسيقى عملها لموته، هيدي الموسيقى صارت غنية بناء لرغبته قبل ما يموت، وغناها ملحم بركات من خارج الاستوديو، يعني كان قاعد على الصوفة وعم يغنيها هيك ليسمعنا إياها، ونحن احتفظنا بصوته وسجلنا له إياه وانعملت الغنية ورح تسمعوها هلا. كرمال النسيان لا تقلي نرجع نتلاقى، كرمال النسيان وردتنا لا تعد ورقى، بترجع لي ما بترجع لي، ترجع لي ما بترجع لي، لا تعيد اللي كان، لا تعيد اللي كان، كرمال النسيان. خدمات الإنترنت في لبنان 4 عربيا والجيل 5 في طريقه إلينا.
يتأفف اللبناني من تكلفة الاتصالات العالية ومن سوء خدمة الإنترنت مقارنة بها في الدول المجاورة، لذلك عمدت شركة ألفا إلى خفض أسعار الإنترنت في محاولة لإرضاء مستخدميها والمساهمة في حل هذه الأزمة. الصوت بس نحكي بعد سعر الدقيقة بلبنان أغلى من معظم الدول العربية، وهذا الشيء بيرجع لقرار متاخذ بمجلس وزراء من زمان، مش من شيء جديد يعني من سنين، انه سعر الدقيقه بيكون هالقد. هلا الانترنت من 5-6 سنين اليوم نحن صرنا حاطين حوالي اكثر من 80 خدمه جديده بالسوق، وهودي عم يلبوا احتياجات ويمكن ميزانيات معينه. يعني في عندنا اليوم باقه بدل طلاب الجامعات، في عندنا باقه للقوى الامنيه. التسهيلات ساهمت بحسب الحايك في زياده عدد المشتركين في خدمه الانترنت، مشيرا الى ان هذا الاستهلاك زاد بنسبه 15%، اي ما يعادل جيجا و300 تقريبا. فينا نقول لك نحن ارخص من قطر، ارخص من عمان، يمكن بعد في الأردن أرخص منا بشوي، أرخص من السعودية، أرخص من الكويت. هلا صحيح يمكن القدرة الشرائية مثل ما قلتي بدول الخليج أعلى، بس بعدنا نحن عم نكون كمان يعني نقدر نميز حالنا من ناحية السعر ومن ناحية النوعية اللي عم نقدمها. وآخر تقرير طلع من حوالي أسبوع حطنا نحن بموقع رقم 4 بالدول العربية من ناحية سرعة الإنترنت على الموبايل. هذه الخريطة تظهر انتشار شبكات الفور جي بلاس التابعة لألفا على معظم الأراضي اللبنانية مع سرعة قد تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، هذا في ظل السير نحو مشروع الفايف جي عام 2018، إلا أن بطء الإنترنت مشكلة لا تخفى على المستخدمين. للأسف الفايبر ما هو موجود بعد بكل لبنان، فمحطاتنا كلها موصلة عبر المايكروويف. أوكي. فمشان هيك صار في يعني في شوية بطء بمطرح معين، إنه نحن ما عندنا الكاباسيتي اللازمة لحتى نكون يعني بس تكبسي على الشغلة يجيك الداونلود بسرعة. شبكة الاتصال بلبنان بشكل عام بتستوعب الـ 5G؟ الشبكة اللي هي اليوم بدنا نجهزها لتكون جاهزة لتستوعب الـ 5G. طبعا 5G تكنولوجيا جديدة فيها متطلبات مختلفة عن الموجود اليوم. إذن الانتظار ما عاد يقتصر على تأليف الحكومة وحسب، بل على ما ستحمله من أخبار سارة للمواطن. وصحيح أن لديه قدرة الاختيار بين شركتي تاتش وألفا، إلا أن تكلفة اتصاله تبقى بيد حكومته التي وحدت الأسعار وحدت المنافسة. أشجار الميلاد تضيء الجنوب والبقاع. لبس الجنوب زي الميلاد، فعروس الشلال جزين أضاءت شجرتها وافتتحت مغارتها الميلادية أمام مبنى البلدية، وتخلل الاحتفال ألعاب نارية. أما في منطقة مغدوش فاحتشد المحتفلون أمام شجرة السرو العملاقة التي ترتفع أكثر من 10 أمتار، حيث تمت إضاءتها وسط أجواء احتفالية تزامنت وعيد البربارة. وفي إعات البقاع كان للمغارة حصة كبيرة من الزينة، وأضيئت بعدها شجرة الميلاد. بعد الفاصل، الملطوش المصري يزيد الغلابة فقراً. أهلا بكم من جديد. الجيش السوري وحلفاؤه يحرزون تقدما في حلب، فيما فصائل المعارضة تؤكد تخلي واشنطن عنهم. لا تزال مدينة حلب تشهد أعنف المعارك بالأسلحة الخفيفة والرشاشة وسط قصف مدفعي يستهدف تحركات المسلحين في إطار إعادة سيطرة النظام على المدينة. وقد شهدت الساعات الماضية تقدماً كبيراً للجيش السوري وحلفائه باتجاه أحياء حلب الشرقية، وتحديداً حي الشعار والحلواني بعد تحرير دوار الجزمات والحلوانية، وأحياء الميسر وجورة عواد وظهرة وحي كرم القاطرجي وصولاً إلى طريق هنانو، فيما بات نصف الأوتوستراد المؤدي إلى مطار حلب مؤمناً. وكانت طوافات الجيش السوري ألقت مناشير تدعو فيها المسلحين إلى إلقاء السلاح، وترددت أنباء عن منع المسلحين المدنيين من الخروج من المدينة بالرغم من إعلانهم عكس ذلك. في غضون ذلك أقرت روسيا باتصالها بالمعارضة التي كانت اتهمت موسكو بالتراجع عما جرى الاتفاق عليه في محادثات تركيا، والتي كانت ستفضي إلى وقف إطلاق النار. وقالت أن قادة المعارضة تعهدوا بالقتال حتى إذا واجهوا قصفا مكثفا وهجمات برية.
وكانت قد صدرت تأكيدات عن المسلحين في المدينة أن حكومات أجنبية مثل الولايات المتحدة تخلت عنهم ليواجهوا مصيرهم، وسط تأكيد روسيا الاستعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة السورية من شرقي حلب. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: نحن مستعدون لإرسال خبراء عسكريين ودبلوماسيين إلى جنيف على الفور من أجل الاتفاق على تحركات مشتركة مع الزملاء الأمريكيين لضمان انسحاب كل المعارضين دون استثناء من شرق حلب. وفي تصريح له أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى إمكانية سقوط حلب بنهاية العام مضيفا: كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. وفي إشارة إلى المحادثات بين مسؤولين روس وآخرين من المعارضة قال دي ميستورا إنها محادثات غير رسمية قللت مستوى القتال في شرقي حلب، وقد وصف مسؤولون بالمعارضة التصريحات بأنها منفصلة عن الواقع. هذا وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يربو على 30,000 شخص نزحوا من القتال الأخير، ويعتقد أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا داخل القطاع الشرقي الخاضع للمعارضة. تضييق الخناق على المسلحين في حلب يدفع باتجاه فتح معارك أخرى من جانب المعارضة المسلحة في كفرية والفوعة في ريف إدلب الشمالي، حيث اشتعلت منازل عدة جراء قصف صواريخ غراد على الفوعة، فيما تكرر القصف على نبل والزهراء في ريف حلب. وعلى جبهة جرود عرسال أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن الحزب استهدف مجموعة مسلحة من جبهة النصرة بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد المجموعة. الشارع المصري يغلي من الغلاء، خصوصا مع قرار تعويم الجنيه المصري الذي زاد نسبة الغلابة. استكثروا على المصريين جلستهم في قعر الزجاجة، فأخذوا الزجاجة بمن فيها وألقوها في مهب البحر. ليأتي البنك المركزي بقرار تعويم الجنيه ليزيد سعر العملات الأجنبية أمامه، على رأسهم الدولار الأمريكي، ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 18 جنيه، أو كما يطلق عليه العامة من الشعب 18 ملطوش. الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. الكوسة ولا الطماطم من الغلعة الخد لاطم، فلاح من الأرض قاطم ولا حد ليه بيتشكر. بطيخ والفاكهة غالية والمانجا سعرها عالية، الحوت واكل البسارية والناس عمال بتكتر. توقفت بعض المصانع عن الإنتاج لارتفاع الجمارك وسعر الدولار، وتحولت البنوك إلى أماكن للصرافة، واختفت السلع، وتم رفع الدعم عن المحروقات بشكل كبير في برنامج تقول عنه الحكومة المصرية أنه برنامج إصلاحي للاقتصاد. أي إجراءات لبرنامج إصلاح اقتصادي لازم بيبقى فيها مرحلة بنتحمل كلنا يعني أعباء هذه المرحلة. سألنا رجال الأعمال المصريين فوجدناهم لم يسلموا من تعويم الجنيه. أنا كرجل أعمال النهاردة قدرتي على أن أنا أتحمل المشاكل اللي موجودة وارتفاع الدولار والمشاكل اللي موجودة بتحرمني من أن أنا أقدر أساعد العمالة اللي موجودة عندي بشكل كبير. موضوع التعويم ما أثرش على المصانع، هو موضوع الإجراءات الاستراتيجية للجمارك هي اللي أثرت على المصانع. العلاج مش هياخد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، العلاج هياخد وقت طويل عشان نقدر نرفع المعاناة وبنات ترفع عن كهل المواطن. ونزلنا إلى الشارع فكانت هذه بعض الآراء. قرارات بتطلع عشوائية، تبص لها النهاردة بالليل قرار بيطلع الصبح بيتطبق. ما ينفعش ناخد البية الفكة 50 قرش جنيه في المعاملات. انت بتتكلم في معاملات 20-30 مليون إنسان، لو كل واحد الفكة دي كان الجنيه وتسعين قرش وكده بتتكلم في 10-12 مليون جنيه. لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي. احنا مفروض يزودنا، مفروض هو يدور على دعم لينا، انما هو ده عايز القرش بتاعنا الفكة بتاعتنا. يعني هو مش عارف هو باصص لنا ليه. الجنيه بجد من بعد ما بقى حديد احنا ما خدناش منه غير الرنة بتاعته بس. هم خلوه ورق دلوقتي، هم خلوه ورق عشان يعرف يعوم. يلهوي استغفر الله العظيم. ايه يا حاج في ايه؟ يا خرشي يا دي النيله. وبعدين بقى لقيت ايه؟ ما تنطق يا عم. الظاهر انهم حيعومونا فعلا يا دي الليله السوداء. اهو مش قلت لك؟ عائم الجنيه المصري على سطح سله العملات الاجنبيه يهوي بقيمته، والشعب
يغرق ثم يغرق وسط ديون واقتراض وأسعار وضرائب، أزمة اقتصادية طاحنة. يبدو أن المصريين لن يخرجوا من عنق الزجاجة في الوقت الراهن. منى عشماوي، الجديد، من القاهرة. فيدل كاسترو إلى مثواه الأخير. شيعت كوبا زعيمها فيدل كاسترو إلى مثواه الأخير، حيث دفن رماده في سانتياغو دي كوبا شرق البلاد في مراسم خاصة، فيما دوت 21 طلقة مدفعية تحية له في العاصمة هافانا على بعد 1000 كيلومتر. وكان الكوبيون في استقباله رافعين أعلام البلاد. وعشية التشييع تعهد شقيقه الرئيس الكوبي راول كاسترو بالدفاع عن الوطن وعن الاشتراكية. وأضاف الرئيس الكوبي أن فيدل كاسترو أثبت أن ذلك ممكن، وأنه بإمكاننا إزالة أي عقبة أو تهديد لتصميمنا على بناء الاشتراكية في كوبا. لقاء القمة بين النجم والعهد ينتهي حبيا، وشباب الساحل يحقق فوزا غاليا. أمام نحو 10,000 متفرج انتهى لقاء القمة الذي جمع النجم والعهد بالتعادل من دون أهداف في ختام الأسبوع العاشر من دوري ألفا لكرة القدم. المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة الرياضية في بيروت شهدت إثارة وندية وركلتي جزاء، واحدة احتسبت للعهد وتصدى لها ببراعة حارس النجم أحمد تكتوك، وثانية لم تحتسب للفريق النبيذي الذي اعترض بشدة على عدم احتسابها. وفي مباراة ثانية وعلى ملعب العهد سقط فريق طرابلس أمام شباب الساحل بهدف في مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد حارس طرابلس لنيله الإنذار الثاني. حسن دناش افتتح التسجيل لشباب الساحل، وأدرك أبو بكر المل التعادل لطرابلس ليعود ويسجل حسن خاتون هدف الفوز للساحل. وإلى عناوين صحف اليوم الاثنين 5 كانون الأول ديسمبر، والبداية مع النهار. نساء لبنان يشكون من نقص التمثيل السياسي. المفترض أن تكون يشتكين من نقص التمثيل السياسي. في حكومة 24 بدنا 7 وزيرات. المعارضة السورية رفضت اقتراحا روسيا للانسحاب من حلب. داعش يشن هجمات مضادة لإبطاء تقدم الجيش العراقي في الموصل. ونتابع مع النهار. فيدل كاسترو عاد إلى مسقطه سانتياغو دي كوبا رمادا. ومن النهار إلى السفير. بري ينصح عون وفرنجي ينتظر مبادرة، والحريري يفاوض جعجع حتى لا تذبح الجمهورية بسكين الستين. حلب خطوط المسلحين تتآكل والجيش يطاردهم. خيوط لبنانية إماراتية إيرانية في صناعات يتلقاها الجيش الإسرائيلي. إلى صحيفة الأخبار وفي عناوينها اليوم. سوريا أحياء حلب الشرقية تضيق على المسلحين، ارحموا تفاهم عون ونصر الله. منع حفل موسيقي الأحكام الشرعية في اللبنانية. وننتقل من صحيفة الأخبار إلى عناوين الأنوار. الأزمة تراوح مكانها، ورئيس المردة يقول لدينا مطالب لا هواجس. جنبلاط يشارك بتشييع الشيخ حسيب الحلبي في الشوف. قادة الإمارات يرحبون بالعاهل السعودي في الإمارات. المعارضة السورية تبلغ أو تبلغ واشنطن رفضها مغادرة حلب الشرقية. ننتقل إلى الديار. وسطاء على خط بعبدة بنشعي. فرنجيي خلي الرئيس يطلبنا. حلف عون نصر الله ليس موضع اختبار. بري سأواجه الستين. الجيش السوري يستكمل سيطرته على شرق حلب. المسلحون أبلغوا أمريكا لن نترك المدينة. ومن صحيفة الديار ننتقل إلى عناوين صحيفة المستقبل. الراعي يحذر من تعثر تشكيل الحكومة لمدة غير معروفة. جعجع في بيت الوسط. ثوار الأحياء الشرقية يرفضون ترك بيوتهم للأفغاني والعراقي. مجازر روسية متنقلة تقتل العشرات. ترحيب إماراتي حار بخادم الحرمين.
وننتقل من اللواء إلى صحيفة البناء. تصعيد في العلاقات الأمريكية الإيرانية يطال التفاهم النووي بعد قانون العقوبات. لافروف يحسم مفاوضات حلب، الانسحاب الشامل للمسلحين أو الكلمة للميدان. الحريري وجعجع يقيمان الوضع الحكومي بين التسهيل والتعطيل. الأشغال إلى اللواء. المسيحيون المستقلون وفد إلى بعبدة لنقل هواجس التهميش. عقدة التأليف تتعقد بالحسابات الشخصية والأزمة بين الحريري وجعجع ليلا. الملك سلمان يبدأ جولة خليجية ويحضر قمة التعاون في المنامة. المعارضة ترفض عرضا للانسحاب من شرق حلب، وقوات النظام تتوقع حسم المعركة خلال أسابيع. ومن اللواء نذهب إلى صحيفة البلد. تفادي المواجهة يحكم التأليف وتسليم بتأخير الحكومة. الحسم في أسابيع. كوبا تفتح صفحة جديدة بوداع فيديل كاسترو. داعش يشن هجمات مضادة في الموصل. ومن البلد إلى الجمهورية. الحكومة وقانون الانتخاب يسابقان الوقت. لكوتا نسائية في الحكومة. في صحيفة الحياة. مشروع قرار أمام مجلس الأمن اليوم يدعو إلى هدنة. الغارات على إدلب تحصد العشرات، والمعارضة ترفض الانسحاب من حلب. الملك سلمان يبدأ اليوم زيارة إلى قطر. خادم الحرمين يشهد مهرجان زايد التراثي. الحكومة تطالب بسحب سلاح الانقلابيين قبل الحل السياسي. تقدم للجيش في تعز وقصف مواقع الحوثيين في صنعاء. فتح تكرس قيادة عباس وتستبعد معارضيه. ونختم عناوين صحف اليوم مع الشرق الأوسط. الإمارات احتفت بخادم الحرمين والدوحة المحطة الثانية اليوم في جولته الخليجية. قمة سعودية قطرية لتعزيز التنسيق. البنك الدولي للشرق الأوسط مليار دولار لإعمار سوريا. السعودية تقود تحركا دوليا لإنقاذ حلب. الحوثيون يمنعون النشيد الوطني في المدارس ويعتمدون الصرخة الإيرانية. الجيش اليمني يحقق تقدما في صعدة. كان في العناوين شهيدان للجيش اللبناني في اعتداء في بقع صفرين. جعجع يزور بيت الوسط ويلتقي الحريري على مأدوبة عشاء حكومية. ألان عون يسأل لماذا لا تبادر المردة. مش كان بيمنع أنه يحصل اتصال أيضا من الطرف الآخر. حلب نحو أشرس المعارك قبل الحسم، وحزب الله يستهدف النصرة في جرود عرسال. دفى تحت السماء الزرقاء تجمع المشردين. لأن في كتير خير، وهذا دليل إنه اليوم اللي عم تشوفوه هو الدليل. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الجديد .tv، صفحتنا عبر فيسبوك الجديد أونلاين، وحسابنا عبر تويتر الجديد نيوز. أعود وألقاكم في موجز العاشرة والنصف.